حيث تنقلت رفقة الأم المريضة لمقر القناة عبر سيارة إسعاف. سيدة فتيحة تعاني كثيرا وهي بحاجة لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة، حيث تناشد الجهات المعنية والمحسنين من أجل مد يد المساعدة لها لجمع المبلغ المطلوب والتنقل لتركيا لإجراء العملية. حميد عوادي رصدت التالي. مو عندي الوالدة تاعي كما راكم تشوفوا هي مريضة، تحتاج عملية مستعجلة في زرع الكبد اللي إن شاء الله بعثنا لتركيا وبعثوا لنا الوثائق اللازمة، ولازم تنتقل تركيا في أقرب وقت. هم بعثوا لنا الفاتورة هاي هنايا، تكاليف العلاج، المبلغ ها وبعثوها لنا بالعملة بالدولار، 85 ألف دولار، يعني ما يقارب المليار و400 مليون بالسنتيم بالدينار الجزائري. ويعني هذه العملية ما تستناش، مستعجلة جدا كما راكم تشوفوا الحالة تاعها، هذه هي لازم تنتقل في أقرب وقت للعلاج. ونوجه نداء لجميع الجزائريين لما يشوفوا هنا المحسنين ذوي القلوب الرحيمة، يشوفوا في هذا الأم هذه راهي تعاني ديبوي 2014 هي راهي تعاني مع هذا المرض، ولحقت المرحلة ولازم تدير هذا العملية. وراي مريضة بالكبد، سرطان في الكبد، والله يعافي كاع المؤمنين ان شاء الله، وماذا بينا تعاونونا لان المبلغ جانا كبير بزاف وما نستطعوش، ولازم هادو اللي ربي سبحانه غناهم ماذا بينا يعاونونا. اذا نتمنى التفاته من قبل المحسنين. نمر الى قطاع